النهاردة جميع الرؤى والأحلام الخاصة بالثعبان أو الحية أو الأفعى زي ما بيطلق عليه. الثعبان أو الحية أو الأفعى في الرؤية أو في الحلم في بيتك أو فراشك باختلاف الحالات اللي بيكون فيها الطول طوله أو لونه أو حركته حوالين الرائي أو بعيدا عنه. أكبر مفسر الأحلام زي ابن سيرين والنابلسي وغيرهم أجمعوا على أن الحية أو الأفعى في الحلم تشير إلى عدو أو مكر أو خداع، وفي أغلب الروايات بتدل على أنها أنثى. طيب في تفسير للأفعى قيل أن الأفعى أو الثعبان اللي بتتحدث بالخير بأنها تكون محبوبة بين الناس وليها مكانة، وإن كانت غير سامة في الأحلام هي دالة على الماء على الخير والمال والرزق المولود ذكر. أما لدغ الثعبان للرأي في المنام غير محمود التأويل، لأنه إشارة للمصائب والأحداث الصعبة من أشخاص يعادون. أما لدغ الأفعى للرأي مرتين في جسده أو في نص جسده أو ما شبه ذلك هيبقى خير، وهيتم إنصافه في قضية أو عودة حق له أو زوال هم يؤرق. نخش بقى في التفاصيل، وطبعا إحنا مقسمين الفيديو بالترتيب، ممكن تلاقيه في صندوق الوصف ممكن ترجع له، على أساس إن هنبدأ نقول عناوين وتحتيها الشرح بتاعها، وانت حضرتك تختار لو مش حابب تتفرج على أو تسمع الموضوع ككل. هنتكلم عن حلم الأفعى في المنزل أو في الفراش. اللي بيشوف في حلمه أفعى أو ثعبان أو مجموعة من الحيات تتواجد في منزله بعدد كبير أو بعض منها فقط، وهو لا يخافها، فذلك إشارة إلى أهل بيته وسكان منزله بأن منهم من يسير على هواه أو عدوا له وماكرا أو عدوا لدينه. أما من يرى الثعبان والحية التي تسبح في الماء داخل المنزل أو خارجه فإنها خير ونيل للرزق والمال، لو رأى بإدخال الثعبان في بيته بنفسه أو يساعده في الدخول فإنه له عدو يدخل ويخرج من منزله وهو يمكر له ويخادعه. طيب اللي بيشوف إن التعبير أو الحية في حلمه تدخل منزله دون مساعدة منه وتخرج بحرية ولا تحدث أي ضرر في منزله ولا تخيف أحد، فإنهم كاد أن يصيبوا من شخص قريب ولكنه نجا منه، وإن كانت هذه الأفعى تنظر للرأي فإنه شخص يراقبه ليمكر به، ومن وجد في منزله أو حول المنزل أو بين زرع وجد لحم الحية فإن لحمها يشير للمال والنصر والأمان من الخصوم والأعداء، ومن وجد الأفعى أو ثعبان على سرير فإن كان متزوج أو متزوجة فإن مصيبة في زواجه أو فراق. لو اتقال إنه قتلها في الفراش في الحلم هو وفاء للزوج أو الزوجة، ولغير المتزوجين فإن رؤية الأفعى في الفراش للبنت يشير لمن يتربص بها السوء في عرضها، وللحامل بيغير منها قصدي ويحسدها في حملها من أنثى قريبة من. طيب في حال رؤية خروج الثعبان أو الأفعى من المنزل دون رؤية دخولها، يعني الثعبان إذا شفت رؤية أن أنت الثعبان خارج من البيت لكن أنت ما شفتوش داخل، فإنه سيصاب البيت أو أهله بالحزن أو يعم الخراب والهجران لأركان المنزل ويرحل أهله لمكان آخر أو يفنى أهله سواء بالتفرق أو الشجرات، والله أعلم بكل حال وحدث. طيب الحلم بحية أو ثعبان له قرون. إذا كانت الحية في المنام بشكل أفعى لها قرون فهي خير، قد يفسر بالترقي لمنصب رفيع المستوى من وزارة أو عمل إذا كان الشخص الرائي أهلا لها، وللتجار هي غنائم مال ورزق وفير بالربح. وفسر آخر بأن الحية هي سلطان يأتي بمظهرها في المنام، وقال آخرون بأنها كفارة إذا أتت بقرون تقوم بعمل مكروه في الحلم، أو أنها الكفار أو من رؤية الشيطان يعني عشان تفتن بيها الحلم. طيب تفسير حلم الإمساك بالثعبان. بنفسر الحلم اللي بيمسك الثعبان أو الحية بيده في مقعده ويلقيها بعيدا عنه فإنه يحصل له مصيبة من أقاربه أو أهل بيته المقربين
أما إذا أمسكها في البيت فيكون المصيبة قادمة من الجيران الذين يقطنون حوله، أما إذا أمسك الحية أو الأفعى بيده في الطريق أو في البادية أو في منطقة واسعة فإنها تدل على قطاع الطرق الذين سيضرونه. وبشكل عام فإن رؤية الإمساك بالحية أو التعبان هو مكر وخديعة من أشخاص آخرين، وكذلك هو شر وحسد واحتيال وعداوة. أما في حال رأى أنه يجلب حية أو ثعبان فيكون ذلك أنه يأخذ مالا حراما لعدو ويصفر به، وعند رؤية أنه يمشي بين حيات أو تعابين ويتخطاها دون أن يمسها دل ذلك على مطر كثير قادم يحدث جرفا وأودية تسيل في كل مكان. طيب تفسير بقى حلم رؤية الهروب من الحية أو الطعام. ورد تفسير الأحلام أن اللي بيشوف الحية تمشي خلفه فإنه يكون عدوا يريد أن ينقر به، أما إذا كانت هذه الحية أو الثعبان يمشي بين يديه أو تدور من حوله فيكون ذلك تفسيره أو تفسيره مجموعة من الأعداء يعرفهم ويخالطهم من الأقارب والأصدقاء والمعارف، ولكن لا يمكنهم أن يضروا، لأن تفسير الحية بين اليدين هو الإمساك بزمام الأمور. أما من يرى بقى بيهرب من الحية ولم ينظر إليها أو لشكلها فيفسر ذلك بأنه آمنة من عدو وزفرة من أن يصفر به، لأن من يرى شيئا مخيفا في الحياة في حلمه ولكن خائف ولم يروا ويعينوا فإنه يأمن من أمر كان يخاف في الحياة ويحذر. لكن إذا رأى الحية وعاين شكلها أو التعبان وخاف منها وهرب فذلك يدل على خوف من عدو لكن لا يقدر على مضرته أبدا. طيب فإن رأى الحية ميتة أو التعبان ميت في أي مكان فإنه يفسر بأنه سيهلك عدوه دون عناء منه بفضل الله وقدرته والله. رؤية الحية بقى أو الثعبان في المنام هو أمر معهود كثيرا، قتل الحية في الحلم هو أغلبه محمود، وتفسيره يؤول إلى الخير وحالات أخرى لتقطيع الحية أو أكل لحم الحية أو الثعبان. فسر ابن سيرين والنابلسي الكثير من الحالات اللي يمكن أن يرى الشخص فيها حية ميتة أو يقتلها في المنام، وهذا تفسير للعديد من الحالات. طيب هنتكلم بقى عن تفسير حلم قتل الحية في المنام أو الثعبان لابن سيرين والنابلسي. من يرى في منامه أنه قتل حية فإنه يتزوج امرأة وذلك من معها مختلف وسيلة القتل، سواء بعصا أو حجر أو سيف حاد. أما من رأى حيات أو تعابين تقتل في الأسواق أو أكثر من حية قتلت في سوق من أشخاص آخرين أو وجدها ميتة في سوق فإنها ستقع حرب وسيكون فيها النصر والظفر للعدو. أما إن قام بجمع الحيات واصطيادها هو أو السلطان سواء في السوق أو في مكان آخر فإنه خدع أعدائه وهينتصر عليه. طيب في مجموعة من الحيات رآها تتقاتل في ناحية أو أرض مجهولة أو مكان معروف فقتل منهم حية فإنه يملك تلك البلد. يعني لو اللي شاف الحلم حيات في قتال في حيات في الناحية أو أرض مجهولة أو مكان معروف فقتل منهم حية فإنه يملك تلك البلد. طيب تفسير حلم تقطيع الحية لقتله. أما في تقطيع الحية إذا أتاه في المنام أن يرى في عنقه حية فقطعها ثلاث قطع أو قتلها من عنقه فإنه يطلق امرأته ثلاث طلقات. أما إن قطع حية نصفين فإنه ينتصف من عدوه ويصفر به ويقضى له ثلاثة من أعدائه، منهم رجل رئيس واحدهم رجل غني والأخير رجل ذو تبع وأولاد. تفسير حلم أكل لحم الحية. وفي تفسير أكل لحم الحية أو ثعبان فإن رأى أنه أكل لحم الحية نيا فإنه يصفر بعدوه وبماله ويفوز به في سروره، فإن أكله مطبوخا فإنه يصفر بعدوه وينال منه مالا حلالا، وإذا أكلها فأصابه سمها فانتفخ فإنه يخاصم عدوا وينال منه مكروها ومال عظيم، فإذا أخذ السم ينتشر في جسمه حتى تناصر لحمه وعظمه فإنه يقاتل عدوه بشراسة ويتفرق أولاده وعائلته وأقاربه في البلاد، فإن مات فإنه يقاتل عدوا فيقتله العدو. وتفسر رؤية أنياب الحية على أنها قوة العدو وشدة كيده، فإن تحول العدو في منامه إلى حية فإنه الرأي يتحول من حال لحال ويصير عدوا للمسلمين. بالإجمال أن من يأكل لحم الحية فإنه يصيب سرورا ومنفعة ومرتبة وعزا لم يكن يحلم به من قبل. تفسير رؤية الحية البيضاء أو السوداء في المنام. تخرج من
من يرى في منامه الحياة البيضاء الصغيرة في جيبه أو تخرج من ملابسه أو تخرج من تحت فراشه وهو لا يخافها أو لم يفزع منها وكأنها تخالط حياته، فإنها تدل على المال والرزق. تدل على إيه؟ المال والرزق. أما إن أمسك بها بيده وأصبح كأنه يملكها، فإذا كانت ملساء تطيعه فيما يريد، فإنه سيجند ذهب والصفائح ليجمعها بين يديه كنزا، إما امرأة صالحة أو بأولاد بارين له أو بمال كثير وافر. وفي حال كانت الحياة البيضاء غير ملساء فإنه يدل على بعض الخفايا التي قد تمغص حياته في أموره وهو لا يعلم خلاف ذلك فتصيبه الصدمة. أما إذا فزع من الحياة الصغار البيضاء أو السوداء سواء في جسمه أو في كمه أو فراشه فإنها تدل على الفقر. وفي تأويل آخر تدل على عدو قريب منك، إما في المنصب أو في العائلة، يتربص بك ولا يظهر لك سوى المحبة بعكس حقيقة ما بداخل. والحياة السوداء أشد كيدا وسما من البيضاء وأكثر عداوة وبغضا في التأويل. أما من لدغته الحية فإنه الناس يعني بيتفضح سره إذا كان بيخبيه من زمن بعيد، وإذا كانت اللدغة سامة فإنها تدل على المصيبة الأكبر في الحدوث. أما مع أن السم دون مرض وتفشي يفسر بالمال، ولكن إذا صاحبه المرض والتفشي في الجسم فهو الموت. طيب من رأى الحية في منامه فأخذها معه فإنه يملك مال من عدو في مأمن دون قتال وعرق. طب أخذها وقتلها فإنه يصفر بعدوه، وإن أحرق الحية فإن السلطان أو من هو أعلى منه سلطة يقوم بالقضاء على أعدائه وزجهم عنه. أما إن حاول أخذ الحياة البيضاء ولكنها طارت فهو يفسر بسفر أو هروب الأعداء إلى مكان بعيد. في غالب تأويل الحية الصغيرة أنها طفل صغير، فإن كانت بيضاء للذكر وإن كانت سوداء للأنثى، وموتها في الحلم بعد أن كانت تعيش هو موت طفل صغير. من لدغته الحية ورأى الدم، من يرى أن الحية قامت بلدغه فإنه يحصل له مكروه من شخص يعاديه، وإن لدغاه أو لدغته مرتين في نصفي جسده فهو يحصل على الإنصاف في حياته أو قضاء حق له عند آخرين أو مشكلة تعترضه وتبدد عليه أمر. في حال رأى في المنام أنه أخذ الحية أو هجمته فلدغته فرأى أو وجد الدم على يديه أو مكان اللدغ فإنه يموت عدوه ويرث الرائي مال عدوه. أما من لدغته بصورة مفاجئة وغادر بعد أن اطمأن لها فإنها معرة، يعني هيتعرى وخزي يصيبه من حيث لا يحتسب. طب تفسير حلم التعبان، هنشوف تفسير ابن سيرين لحلم التعبان. الثعبان هو العدو، كبر حجم الثعبان يدل على قوة وجبروت ذلك العدو. وإن رأيت الثعبان ميتا فذلك يحدث على أنه سيدخل في حرب مع أعدائه وينتصر في النهاية ويتخلص من هؤلاء الأعداء. أما رؤية الثعبان في الحلم له دلالة على عداوة مع من بعض الأشخاص المقربين مثل الأهل أو الزوج أو الأولاد أو الإخوة أو جار أو حتى شخص مقرب لكنه حسود وحقود. فالثعبان يمثل العدو بشكل أساسي في الحلم. أما من يمتلك الثعبان فقد يدل ذلك على أنه سيمتلك سلطة أو سيصل لمنصب كان ينتظر أن يحققه منذ فترة طويلة. طيب تفسير حلم الثعبان الأسود، ابن سيرين قال في تأويل حلم رؤية الأفعى السوداء في المنام بتومئ بوقوع خلاف وعداوة ونزاع بين صاحب الرؤية وبين أحد الأشخاص الذين يحملون حقدا في الواقع على صاحب الرؤية ويحسدونه على حياته، وفي أغلب الأحيان قد يكون جارا لصاحب المنام في الواقع والله. طيب تفسير حلم الثعبان الأصفر، الثعبان من الحيوانات الزاحفة المخيفة في الواقع، وهي تدل على الغدر والخيانة والعداوة، وقد تكون العداوة من أقرب الناس، قد يكون هؤلاء الأعداء من داخل الأسرة كالزوجة أو الزوج أو الأولاد. ذكر الله
في كتابه آية تدل على ذلك: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ومطاردة الثعبان الأصفر قد تدل على الخلافات الزوجية أو المرض واستسلام أصحاب الرؤية لذلك. تفسير حلم الثعبان الأبيض بقى، يقول ابن سيرين: إذا رأت الفتاة العزباء ثعبان أبيض في الحلم كان ذلك رمز إلى أن أعدائها في الحقيقة أصابهم الضعف والمرض والتعب والوحدة، وتعتبر من الرؤية أو من الرؤى المحمودة. طب رؤية الفتاة غير المتزوجة أنها تدخل ثعبانا لبيتها في المنام، كانت تلك إشارة إلى أن صديقتها المقربة لها في الحقيقة تتصف بالمكر والخبث وتكمل لها الشر والحقد وتتمنى لها كل الأسف. أما رؤية أنها تهاجم الثعبان الأبيض في المنام وتقتله، كانت تلك إشارة إلى أنها فتاة طيبة القلب وتقية وتراعي الله في كل أموره. طيب تفسير حلم الثعبان الأخضر: كما لا يخفى علينا أن الثعبان بشكل عام بتفسيرات ابن سيرين يحمل دلالة على من يضمر العداوة للشخص الذي يرى المنام، وكذلك يدل على الأحقاد والشرور والمكائد والعياذ بالله. تشير رؤية المرأة المتزوجة للثعبان الأخضر والذي يحاول أن يلدغها أو أن يقترب منها في الحلم إلى رجل قريب بشكل كبير من تلك المرأة يحاول النيل منها، وكذلك يدل على مطامعه الغير بريئة على الإطلاق. تفسير حلم قتل الثعبان: قتل الثعبان في المنام للمرأة العزباء أو متزوجة والحامل دلالات رموز رؤية قتل الثعبان في الحلم لابن سيرين. إذا رأت العزباء في منامها أنها تقتل ثعبانا دل ذلك على خير سيتحقق في حياته بشكل عام ونجاح في العلاقة العاطفية. طب إذا رأت قتلها لثعبان ولكن لونه أبيض، فذلك يعني فشل في الارتباط العاطفي بفسخ الخطوبة إذا كانت مخطوبة. وإذا رأت أنها تأكل الحية في المنام بعد قتلها، فذلك يعني قدوم خير وسعادة قريبا إليه. طب إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تقتل ثعبانا، دل ذلك على وجود ناس في حياتها يكرهونها ويحقدون عليها ويتسببون في أذيتها، ولكنها ستتغلب على ذلك وتنتهي مشاكلها وسوف يفرج همها بإذن الله. تفسير حلم مطاردة الثعبان للرائي أو للنايم، يعني فسر ابن سيرين أن أنت ماشي في الحلم وثعبان ما يلاحقك أو يمشي خلفك أو يسير خلفك، فعليك أن تحترس من الأعداء الذين يتربصون بك ويراقبونك ويريدون أن يمكروا بك ويلحقوا بك الأذى. أما لو صار الثعبان بجانب هؤلاء الأعداء قريبون منه ويخالطونه لكنهم لا يستطيعون أن يضروه بأي شكل من الأشكال. طب تفسير حلم لدغة الثعبان: لدغة الثعبان في اليد اليمنى تدل على المال الكتير وتدل على حصول الشخص الملدوغ على الكثير من الأموال خلال الفترة القادمة. طب إذا رأى الرجل في منامه أن الثعبان لدغاه في يده اليسرى، فإن ذلك يدل على ارتكاب الرأي الكثير من الأمور الخاطئة أو ارتكاب الذنوب. أما عن رؤية لدغة الثعبان في الرأس، فإنها تدل على أن الشخص الرائي يعاني من الأزمات النفسية ويعاني من الضغوط الكثيرة، ولكن سبب ذلك بسبب القرارات الخاطئة والتسرع في الحكم على الأم. أما ابن سيرين في رؤية الفتاة غير متزوجة بثعبان قد لدغها وكانت لدغته مسممة علامة على معاناتها من المشكلات الكبيرة. حلم المرأة المتزوجة بإصابتها بلسعة الثعبان، فإنها تدل على وجود حاقدين حولها. طب حلم الفتاة غير متزوجة بثعبان قد لدغها وهجمها، فإنها إشارة للوقوع فريسة للمعاصي. تفسير حلم الثعبان يلتف حول الجسم: يفسر ابن سيرين رؤية الثعبان ملتفا حول الجسم في المنام وجود العديد من الأصدقاء المنافقين أو الصحبة السيئة في حياة صاحب الرؤية. وتفسير دخول الثعبان إلى المنزل بمعنى حدوث ومتاعب مشاكل. أما الانتصار على الثعبان في الحلم فيعني الانتصار على الأعداء بك. هذا والله أعلم.